تبارك الله في الرقصة الإفريقية، تبارك الله عليك وليد. لا الولاد تخش عليهم توانسة ديما، ماما نقول له انت رقاف سيفان. توا عايشين مع بعضنا يعني، ولات عشرة بيناتنا كي الخوات، يعني ما فماش فرق بين تونسي ولا أجنبي، كلنا وخيان وبالمناسبة نحييهم. صناع بالنسبة لك انت تعتبرش روحك ربما أعطيت الإضافة المرجوة منك ولا ما زالت برشا حاجات؟ لا صحيح، كيما خذيت كيما عطيت إضافة زاد خذيت برشا حاجات باهين. سنة يعني عام زادني برشا في كارييري وفي المخزون اللي عندي، خاطر تعلمت برشا حاجات جدد، كيما يعني من ممر الميكرو، كيما مساحة مادي، كيما مستر تكنيك الكل، حتى يعني بنصيحة من الأولاد يعني الكبار في الإكسبيريونس اللي في الجماعي. والحمد لله هذا يعني الناس الكل يد واحدة باش نجمنا نتحققوا من التتويج هذا. جمهور السي اس اس اليوم؟ والله جمهور السي اس اس ما عجبنيش اليوم بركة، عجبني يعني في نهار ظهر أصحابي الكل يتفكروا بعد ماتش الإتوال اللي في البول، بعد ما خسرنا 2 بشيء في سوسة، جينا من غدوة بالورود وقلنا رانا عندنا فيكم ثقة. يعني هذا بالحق اللي قعدت في مخي انا اكثر من اليوم. جمهور كي تلقاه في وقت الشده في وقت الغسره هو احلى جمهور من اللي تلقاه في المناسبات، والحمد لله اليوم جاوا بعدد غفيره وفرحناهم وروح الناس كل شيء خير. شكرا لك مهند، بارك الله فيك.